حفلة أوبنينج ماي هاوس في الساحل الشمالي في بيت رجل الأعمال الغامض أحمد طارق، واللي عملها عشان يحتفل ببيته الجديد اللي عبارة عن فيلتين مفتوحين على بعض في قرية ألمازة في الساحل الشمالي، وتمنه أكتر من 300 مليون جنيه. كان معزوم في الحفلة أكتر من 1000 شخص، وكلهم من أغنى الناس في البلد وأشهرهم، اللي كانوا مبهورين بالحفلة والبيت بسبب مساحته وجماله. ده غير إنك وانت داخل البيت عينك هتلمح أكبر أسطول عربيات هتشوفه في حياتك. وبسبب الضجة الكبيرة اللي عملتها الحفلة رجع السؤال المعتاد يتكرر من جديد، والسؤال هو مين أحمد طارق ده اللي فجأة أخباره بقت موجودة في كل حتة؟ فتعالى أقولك كم معلومة عنه في السريع. أحمد طارق كان أول مرة نسمع عنه في برنامج شارك تانك سنة 2022، ومن وقتها وانت بتلاقيه في كل حتة وبيستثمر في كل حاجة، عقارات وصحة وفنادق وغيره. ويمكن من أهم أسباب عدم شهرته في مصر إن كان معظم شغله في أبو ظبي ودبي. أحمد هو ابن أسرة متوسطة، وابتدى شغل وهو في سن صغير، وكان أول شغل ليه كان بيع سمك، ومرت عليه أوقات كتير ما كانش معاه فلوس حتى يجيب هدوم جديدة، لدرجة إنه كان بيستلف لبسه من صحابه. لكن أحمد ما استسلمش للوضع ده واشتغل على نفسه، وكان مهتم جدا بالبحر لحد ما اشتغل في الشح والسفن التجارية، لحد ما جمع مبلغ وعمل مزرعة أسماك، وهنا البلية بدأت تلعب معاه، والمشروع نجح وبدل المزرعة بقت 2 و3، لحد ما سافر برا مصر وبدأ يشتغل على نفسه أكتر. وسنة 2000 أسس شركة إيليانز للخدمات البحرية اللوجستية، واللي بتقدم خدمات النقل البحري وإدارة السفن وخدمات الطوارئ، وحط كل فلوسه ومجهوده وخبراته في الشركة دي لحد ما بقت واحدة من أكبر الشركات في العالم. ودلوقتي أحمد طارق بقى بابا المجال في الخدمات البحرية، ومفيش حد بيشتغل في المجال ده ما يعرفوش. وفي سنة 2024 تم اختيار أحمد طارق كواحد من أقوى 500 شخصية عربية في العالم، ومؤخراً أعلن أحمد طارق عن قراره الاستثمار في مصر، وعشان كده بقينا نسمع عنه زيادة شويتين الفترة اللي فاتت. وأحمد دلوقتي بيستثمر أكتر من 100 مليون دولار في الرعاية الصحية في مصر، وهيبقى شريكه رجل الأعمال محمد فاروق بنفس النسبة. وفي مؤشرات كتير بتقول إن ده المشروع الأضخم من نوعه، ومع ظهور أحمد المتكرر في الفترة الأخيرة نقدر نقول إنه بقى موجود في السوق المصري وبقوة.